يوما بعد يوم تتصاعد المواجهات العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في وقت تقول موسكو إن قواتها تتقدم في عدة محاور بهدف السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك التي اعترفت باستقلالهما قبيل انطلاق الحرب. تطورات لافتة أعلنها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بشأن الهجوم العسكري في دونباس، إذ قال أن قوات بلاده نجحت في السيطرة على مدينة سيفياتو هيرسك بمنطقة دونيتسك و15 بلدة أخرى، إضافة لمناطق عديدة على الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس. الوزير الروسي أعلن كذلك سيطرة قوات بلاده على كامل الأحياء السكنية في مدينة سيفرودونيتسك التي تشهد معارك دامية، فيما قالت أوكرانيا إن الوضع في المدينة يتطور كل ساعة، وأن مناطق شرق البلاد تعرضت لقصف روسي عنيف. رئيس بلدية سيفرودونيتسك أولكسندر ستريوك وصف الوضع في المدينة بأنه في غاية الصعوبة، وقال أن القوات الأوكرانية عززت مواقعها وصمدت على خط المواجهة، فيما أفاد مسؤول آخر بأن أوكرانيا تفقد السيطرة على المدينة الصناعية، سيما مع مواصلة روسيا إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية. في جنوب أوكرانيا يبدو أن الوضع العسكري في طريقه للتصعيد أيضاً في ظل تصاعد عمليات القصف والقصف المضاد، حيث أعلن الجيش الأوكراني قصف عدة مواقع روسية في منطقتي ميكولايف وخيرسون جنوبي البلاد، بينها طائرات ومخزن ذخيرة بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية.